أكيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم أجمل ترحيب بحلقة جديدة من برنامجكم الفرات داركم، وإن شاء الله يا ربي دائما تكون الفرات داركم يوم جديد وحلقة جديدة ومحور جديد وجوه جديدة. نورتنا أهلا اليوم. آمنة، شلونك؟ شلونك أخبارك؟ يا رب تكونين بخير. بخير ما دام أنت بخير، وكل أهلنا وعوائلنا ومحبي شاشة الفرات وبرنامج الفرات داركم نحييكم بأجمل تحية بحلقة جديدة، اكيد فقرات منوعه راح تكون بانتظاركم. هاي سبب الشاي اللي شربته قبل البرنامج. عادي ولا يهمك. اكيد راح نبدي باهم عناوين برنامجنا وترنداتنا لهذا اليوم. أكيد. والترند الاول، الترند الاول يقول موقف مواطن انباري مع اخر واسطي. جيد. والترند الثاني راح يكون مع شرطي مرور وهو ينظف الشارع، مو مسؤوليته لكن من باب المواطنة. محور حلقة اليوم راح نحكي به عن انتعاش لإنتاج الدراما العراقية لهذه السنة. وأكيد راح يكون عندنا مهرجان شاعر شباب العرب اللي كان قبل أيام ولقى صدى الكثير. يلا. إذن بعد ما شاهدنا أهم وأبرز العناوين اللي تناولناها لهذا اليوم في موضوعة الترندات الجميلة جدا واللي بيها رسائل، راح نتناول أول ترند توجه للشاشة، وراح ناخذ الترند اللي شاهد الكثير من عوائلنا، موقف شهم وموقف يبين أنه الغيرة العراقية موجودة. الغيرة عبارة عن قطرة موجودة في جبين العراقيين ما من الممكن أن تزول. مواطن أنباري أثناء يعني بالصدفة خلينا نقول على الطريق العام أو الطريق السريع شاهد مواطن واسطي عطلت به السيارة، فغيرته ما خلت أو ما سمحت له أنه هو يمر مرور الكرام إلا أنه هو وقف. بالمناسبة هو ما يعرفه من وين أصلاً، بالتالي وقف وشاف انه هو شخص واسطي، فقال له انا راح اصور هذا المقطع الفيديو مو لاجل النشر وانما لاجل بث الحياه والغيره العراقيه، ونقول لهم اهلا وسهلا بكم باي مكان وين ما تحلون مرحب بكم. خلينا نشاهد الفيديو لكن بعدها راح نرجع وياكم ونقرا ابرز التعليقات اللي وردت بخصوص هذا الفيديو. العزيز واقف هنا شو تدور؟ ادور احمد، ادور محمد. سبحان الله عنيات الخال واقف هنا بالشارع وسياره فصه بنزين وخطيه عنيات، شافني سعدت واجاني. اي والله تتابع من هو؟ محمدنا. وخال واقفه سياره مالته بنزين مخلصه والتاير عند المناكه فاش. اليوم ما تطلع من هاي الديره. اليوم ما تطلع، اليوم ما تطلع من الديره الا سيارتك مفوله بنزين. مو لأني على الكاميرا، انتوا اهلنا وتطال منين؟ من الكوت. اهلنا وناسنا الكوت والمحافظات الجنوبيه كلها. اليوم عيوني اشلحها وانت شايفها. وما تروح منا انا ما تروح منا الا وانت راضي ومطمئن بين اهلك وناسك. هاي رساله لكل واحد جاينا، هاي محافظتكم خال العزيز وانت مثابه الوالد ان شاء الله. هاي الشيب المباركه بين اهلك وناسك وهاي بيوتك كلها. جيت هنا واحنا حاضرين وهسه اخذك ان شاء الله، هاي المحطه اخذك المحطه واقول لك يا بنزين واسوي لك التاير وتوكل وتروح ان شاء الله وتجي وتعشى من اليوم. بس لا كثر ما لا كثر باك ان شاء الله وحياك بين اهلك وناسك. ابو زهراء من هاي الكوت، اجى من الكوت لمحطة الانبار لغرض البحث عن علاج زوجتي ام زهراء شافاها الله وعافاها. اطلب من كل شخص يشوف هذا الفيديو ان يدعو لام زهراء ان شاء الله بالشفاء العاجل يا ربي. الله شاهد، الله شاهد. ابو زهراء تم تلبيه كل احتياجاته. هذا شيء مو مانيه، هذا شيء مو مانيه، ولا هي معايره لابو زهراء ولا هي، هاي رساله بحد ذاتها لاهل الجنوب. الى اهل الجنوب عامه، عمي اهل الجنوب، احنا بيوتنا مفتوحه لكم. سلمات عيونك، احنا نريد عيونك موجوده على مود تستقبل بها اهالينا وناسنا من كل المحافظات. فعلا انه احنا اليوم كنا
روح وحدة، شعب واحد، ما يفرقنا لا سين ولا صاد، احنا اليوم كنا ايد وحدة، والايد على قولت اهلنا احنا مو ايد وحدة، وانما لان الايد وحدة ما تصفق، لكن احنا اليوم هيج ودائما راح نبقى هيج. نقرا ابرز التعليقات اللي وردتنا بخصوص هذا الفيديو والغيرة العراقية. منى الدريمي شو تقول؟ تقول والله اهل الجنوب تاج على الراس، ما ننسى وقفتهم يوم اللي دخلوا داعش، مو بس عيوننا ننطيهم حتى روحنا ترخص لهم، وداعتكم وداعت عيونكم وغلاتكم حتى روحنا ترخص لكم، لان هي هاي الديره هي ديرتنا كنا، مو ديره فلان ولا ديره علان. بالتالي احنا اليوم يعني نشجع على هيك مواقف، نشجع على هيك تصوير حلو، مو انا اليوم اوقف اصور سياره احترقت، شخص شمر روحه ودا ينتحر وانا واقف دا اصور. جمال خالد يقول العراق بلد واحد ومستحيل يفرقنا شيء، هذا الموقف اكو من عنده الكثير، الملايين فعلا ملايين من هالمواقف، بس ما حد يدري بيها. والله والله يديم اهل الانبار وعزها ويحفظ اهل الجنوب ويعزها، ربي يحفظ كل محافظاتنا وكل شبابنا وكل كل شاب عنده غيره عراقيه يجسدها اليوم. احنا اليوم شنو نريد؟ مثل هكذا مواقف تسجل وتصور وننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، على مود يكون هذا الشيء هو مو فقط داخل العراق وانما كل العالم يشوفه، ان انتم اليوم ما تقدرون تكسرونه باقل شيء. شنو عندي يا مصطفى؟ انا امنه فرحان بالترند الاول وفرحان بغيره شبابنا العراقيين الموجودين، صراحه الموضوع يفرح. يعني خلينا نقول هذا فشيء قليل أكيد. موجود عند غيرة شبابنا وأهلنا الناس الموجودين بسامرة ولا حتى بواسط، الموضوع يفرح. تعالوا خلينا نتعرف على الترند الثاني. شاشتكم متعلق اخوان، حاولوا تبدلوها شوية. نقرأ لا مستحيل. تطلب مساعدة صديق؟ هاي شنو؟ سفر؟ أنا أقول له ترجعين وراء أحسن. الترند الثاني واللي هو شرط المرور، يعني هذا الشرط المرور اللي هو شفته صورته كاميرات، هو ما يدري بهاي الكاميرات موجودة وما يعرف منه اللي يصوره، لكن خليني أحكي قبل أن نطلع الترند. بالنهاية هو شرط مرور، يعني شغلته أنه ينظم حركة السيارة الموجودة بالشوارع. هذا الرجل يعني سوى شغلتين، راح حتى ينظف الشارع، هو وهي الشغله مو شغلته، يعني اكو ناس اللي نسميهم احنا يعني عاملين السلام، ناس يهتمون بالنظافه، هم المفروض يعني يقومون بهذا الواجب، لكن هو ضرب عصفورين بحجر، نظموا السير ونظف الشارع. الموضوع يعني مفرح، ممكن الطفل من يفوت ويشوفه راح يتعلم منه، او ممكن الطفل اذا هو قاعد يعني على مواقع السوشيال ميديا واذا يتصفح ويشوف هيج فيديو مفرح ومليان طاقه ايجابيه ايضا راح يتعلم منه. ممكن احنا الكبار ممكن عندنا اخطاء بالنظافه، يعني انا ذاك اليوم شفت واحد ده يشرب بطل مي كبير، والله العظيم كبير، وبالسياره وسيارته اخر موديل ولابس يعني ثياب جميله وانيقه، تخيلوا شرب المي وسدل البطل وشمره. الموضوع غثني، اجيت قلت له الله عليك لا تشبر البطل، لان البطل مو قدينه مال غاز ولا ثقيل، تقدر تخليه بالسياره وتشوف مكان مخصص وتشمره به. على العموم تعالوا خلينا نشوف هذا الترند وبعدها راجعين نتواصل. اريكم شفتوا الموضوع ايش قد مفرح وبنفس الوقت ايش قد بيبهجه، وهذا يعني هذا الموضوع وحده هو درس ممكن الكل يتعلم منه. خلي نشوف ابرز التعليقات الموجوده على عالم فيسبوك يعني حول هذا الترند. ها تحتاج مساعده؟ هاي الشاشه لو اني لو هي. خضاء الناصر تقول هي الغيره مو حكايه ولا بيت شعر ولا كشخه، الغيره موقف. شوفوا هذا الغيور شلون الغيرة شالته من شاف اكو شيء خطأ بالبلد، الله يحفظ الجميع. التعليق ايضا مفرح. خلي نشوف التعليق الثاني. حامد نور الدين يقول بارك الله بيك
يعني فوق ما واقف بالشمس والحر ومتحمل كل شي جاي تبادر بشي من ضمن مجالك ولا واجبك. الله محييك يا بطل. شكرا حامد. ايضا انت الله محييك لانه تكتب شيء ايجابي مفرح يخلي يعني الكل يواكبون ويسوون مثل ما سوى صديقنا بالمرور. اكيد تحيه كبيره من خلال استوديو برنامج الفرات داركم لكل رجال المرور وكل قواتنا الامنيه البطله المرابطه يعني خاصه حرس الحدود. واحنا يا امنه تدرين اكيد موضوع الاتربه والغبار اللي صار بالفتره الاخيره. اسال الله العظيم رب العرش العظيم انه يحفظكم ويقويكم لانه انتم صمام امام يعني امان العفو بلدنا وانتم تاج راسنا وانتم فخرنا وعزنا. شكرا جزيلا. اكيد بعد عندنا مواضيع هوايه. خلي نشوف امنه وين راح نروح. عندنا الاسبوع الثقافي ومهرجان الشعر وبغداد عاصمه الثقافه هي عاصمه الشباب. هو عنوان كلش حلو بالمناسبة. عنوان كل أنا مع بالي أكو موضوع الشاشة. يلا مو إشكال نغير الجو. عجبتني المشي هاي التنقلات. مو عجبتك؟ رائعة يعني. تحسين روحك بالكرخ للرصافة. جيد. حلو إنه اليوم تكون بغداد عاصمة الشباب، وحلو أكثر من يكون أكو تجمع لفنانين وشباب عرب وشعراء. اليوم عندنا الأسبوع الثقافي اللي هو مهرجان الشعر. الشعر العربي، الشعر الشاب العربي. تريدون تعرفون تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع؟ خلينا نشوف محمد كاظم شنو عدلنا من جولة وتقرير مهم بخصوص الأسبوع الثقافي، وبعد أكيد نرجع لكم. خليكم معنا. تحية طيبة لكم مشاهدينا الأكارم. جولتنا لهذا اليوم راح تكون في العاصمة بغداد ومهرجان شاعر شباب العرب الذي تقيمه وزارة الشباب والرياضة بمشاركة عربية. راح نتواجد بهذا المهرجان ونشوف شنو الجنسيات المشاركة. خليكم معنا. يعني أنا سعيدة جدا وشرف عظيم لي أن أتي من بلاد شهداء الجزائر، أنا وزميلي الشاعر عبد الوهاب بوشنا، لنمثل بلادنا في هذا الوطن الشامخ العظيم العراق. ولذلك أقول: ذاك العراقي حي رغم كبوته، ما زال ينفث روحا تحت جثته، فكلما كبلوا بالغدر خافقه يطير خافقه من فوق خيبته. نحن سعداء جدا بوجودنا في مهرجان شاعر شباب العرب، ونشكر كل الشكر هذا الوطن العظيم الذي رغم كل جراحه فتح ضلوعه للشباب العرب ولمواهبهم. ولذلك وهو يثبت بذلك أن هذا الوطن الوطن الذي يتشبث بحضارته ولغته ويعطي قيمة للأدب وللشباب، خاصة لأنهم جيل المستقبل. نحن بنتشكر أهلنا بالعراق لأنه على الاستضافة الكريمة والمتميزة. يعني كنا بشاركنا ب يعني أكثرية فعاليات بغداد عاصمة الشباب العربي، وآخرها كان شاعر شباب العرب. بهالفعالية كان في شعراء شابات وشباب عم يتباروا بالقصائد إن كان نثرية أو عمودي، وكان في نقد ومنتظرين النتيجة تطلع. وهالاستضافة الكريمة بالعراق الحبيب حسينا انه كنا بين اهلنا وناسنا ببلدنا، وزرنا محافظة واسط، رحنا على دجلة على الفرات، شفنا الانهار، شفنا المعالم، المتنبي، قبر المتنبي بواسط يعني، وكانوا شعراء عم يطربوا الاذان بقصائدهم الحلوة والمتميزة. شعور عظيم أني أزور هذا البلد للحلم الذي صار واقعا يعني في هذه الرحلة المباركة الطيبة التي تعرفنا فيها على شعب العراق
هي فرصة طيبة لنعرف ثقافات عديدة من دول من المحيط إلى الخليج. كانت فيها يعني لمسات ونفحات وجولات يعني راقية، تعرفنا فيها على أكاديميين يعني من مختلف البلدان العربية. كانت يعني فرصة لنغير وعينا يعني بالعالم الشعري، لأنه حينما تعرف تحتك يعني بشعراء من عدة دول وتحتك بعدة ثقافات تتوسع خريطة الوعي لديك. ما لاحظته يعني على الشعب العراقي أنه رغم القهر الذي مر عليهم شعب مضياف، شعب بشوش كريم جدا. أستذكر ثلاث أبيات يعني للشاعر العراقي عمر عناز: من لم يذق طعم العراق فما له من قهوة الأحزان غير الرائحة، بل ليس تبدأ بالعراق صلاته منقوصة إن العراق الفاتحة. بعد مسيرة استمرت أكثر من 7 أشهر من انطلاق فعاليات بغداد عاصمة الشباب، اليوم يختتم هذا البرنامج بعد أن أقامت وزارة الشباب والرياضة أكثر من 5 برامج متنوعة في مختلف المحافظات العراقية. باكورة هذه الأعمال كانت شعر شباب العرب الذي اختتم يوم أمس، وهذا اليوم إن شاء الله سيكون حفل الختام وتسليم الراية لجمهورية لبنان التي ستكون بيروت عاصمة الشباب العربي 2022. إذن مثل ما شاهدنا هذه الأجواء الجميلة في حفل ختام شاعر شباب العرب، وهذه الرسائل التي بعثتها وزارة الشباب والرياضة، نتمنى استمرار هذه الرسائل للعالم العربي حتى نثبت للعالم أن العراق ما زال بخير. وصلنا لكم لختام جولتنا لهذا اليوم. أكيد حلو يا أمنة بنشوف أكو تطور يعني بالحركة الثقافية والأدبية الموجودة بالشارع العراقي، وبنفس الوقت يعني مشكورة وزارة الشباب والرياضة على هيك مبادرات ومهرجانات مهمة. الحلو بالموضوع أنه شفنا يعني خليط من الجنسيات العربية موجودة ومتواجدة على صالة المسرح الوطني بقلب العاصمة بغداد، وهذا فشيء يعني بحد ذاته مفرح. يفرحنا، وأيضا يفرحنا أنه من يتغنون باسم العراق وباسم بغداد وباسم شاعرية وشباب بغداد، فكل التحايا لهذه الوزارة اللي دائما ترفدنا بأسبوع ثقافي، بالإضافة إلى أيضا وزارة الثقافة. يعني هذه الأمور الثقافية مهمة جدا لنشر الوعي والثقافة بين أبناء المجتمع. إذا رح نتحدث عن الحركة الثقافية وعن الكتابة والشعر وما لها وما عليها مع ضيفتنا ست جهينة كامل، ضيفة برنامج فرات داركم، حياكم الله. اهلا وسهلا بيس. بلش مصطفى لو تبدينا بلش انا بخليك. شو زعلانه؟ لا سياده المخرج شو سوت مشاكل وياي اليوم. جيد، نبدا بمشوارك الثقافي، مشوارك الروائي وكتاباتك. شو كنت بديتي؟ بمن تاثرتي؟ اكو فد خلينا نقول فد شخص محوري اليوم جهينه كانت الاساس بان تكون اليوم كاتبه وروائيه متميزه؟ أنا هواي حكيت عن بداياتي، أنا بديت وأني كلش صغيرة. أنا كنت أشوف والدي يكتب شعر، يعني هي من هواياته كان يكتب شعر، فأني تأثرت به وكان يعجبني أكتب شعر. بس بعدين من كبرت شوية حسيت الشعر ما يكفيني، يعني مخيلتي أوسع من أنه أكتب شعر. جيد. أي فقمت أكتب قصص. أي أول شيء بديت كتبت كانت فترة الحرب الطائفية وال شايفة هذا الاقتتال، فكتبت يعني موضوع الرواية ماتي كان عن نفس الأجواء اللي كنا نعيشها، وبس يعني ركنتها، ما حسيت أنه يعني أنا الأوان أنه بهاي اللحظة خلص جهينة صارت كتبت وكذا. بس بعدين من دخلت الكلية سولفت الأستاذي بالجامعة ومن قراها تعجب بيها، ف من يومها واني بلشت اشتغل على نفسي انه اني لازم اكون كاتبه. جيد. ناجحه. ممتاز. في موضوع الكتابه يعني
مصطفى ياخذ سايلنت بعدين انت عندك مشكله وياي. شنو اصعب شيء ممكن يواجه الكاتب او الروائي يعني بكتابه الروايه؟ هو لازم الكاتب بالبدايه لما يبدي يكتب لازم يكون عنده موهبه، لازم خياله واسع، وبنفس الوقت اللي يخدم الكاتب ومو بس موهبته الصعوبة قالت مو الصعوبة هي انك لما تكتب موضوع انت مو مثلا هذا الموضوع الان اذا اكتب به احتاج انه لازم اسال شخص رجل قانون، احتاج اسال طبيب. هذه الصعوبة تواجهني دائما، توقفني عن مخيلتي عن الكتابة، اروح ابحث عن المعلومات اللي لازم انت تكتبها يعني 100% تكون دقيقه جيد. تفاصيل دقيقه. فهو هذا الان اللي تواجهني شخصين، هذه الصعوبه انه شلون احط المعلومه الصحيحه بالروايه. ذكرتي ببدايه حديثك انه كلش تاثرتي بالوالد، واكيد انه ذاكرتك ما تخونك انه انت تتذكرين بعض اول قصيده كتبها إلج هو بالذات. وعندي فت سؤال ايضا انه ليش اخذتي راي الاستاذ اللي يعني استاذك بموضوع، ليش ما اخذتي راي الوالد اللي هو خلينا نقول المحور الاساس في موضوع انه اليوم تنطلق جهينه؟ عمري 10 سنوات ونص وتوفى والدي، ف يعني انا كنت احس انه هو الداعم الي انا وطفله، فما اعرف يمكن لانه كنت كلش متعلقه به، فحسيت انه ما حد راح يفهم انه انا عندي هاي الموهبه. جاي. برغم اني كنت بالمدرسه لا اشارك بمهرجانات واشارك بفعاليات بس مو كتابه، كانت شعر، نصوص شعريه مثلا اي مناسبه تكون لازم اشارك. تتذكرين شنو كتب لك الوالد؟ طبعا هو سافر قبل لا يتوفى وسافر بالغربه. الله يرحمه. الله يرحمه. كتب رساله من الغربه بها المقطع الأخير عني، وكتب قصيدة كاملة اسمها طفلتي وعيد، كلها كانت يعني هي تبدي عني وبها مواضيع سياسية. نقدر أنه نسمع ولو بمقطع أو بيت؟ بس البداية. بس البداية. طفلتي وعيد، كأن دموعك يا جهينة ساعة الرحيل، هي روحي على خديك تسيل، أنا راحل أبحث عن غراب أبيض في بلادي المستحيل. ما أتذكر الباقي. بس هي كلش تأثر بي، فأني يعني عادة ما أحب أصلاً أنه أرددها. أنا بس رد أسألك سؤال، الكاتب يعني لما يكتب فد رواية أو يسوي فد كتاب شلون ممكن يسوقه؟ يعني شنو الخطوات اللي يسويها على مود يسوق أعماله؟ إذا كتاب فهو دور النشر عادة، أنت من تطبع كتاب هو دار النشر يقوم بالتسويق لك، لكن مثلا اني اكتب على السوشيال ميديا فلازم محتواي يكون جميل ومشوق ومؤثر حتى بالتالي المتلقي لما قاعد يقرا هذا النص يعجبه يكمل، وبالتالي انا راح اوصل الى اكبر عدد ممكن من القراء. وبنفس الوقت عندنا على وسائل التواصل تمويل، اني اقدر امول صفحتي واخليها توصل لاكبر عدد ممكن. لكن اكو طموحات قد يعني يقول البعض انه هي طموحات كبيره في شخصيه جهينه اليوم. كثير من الروايات انت كتبتي ديني ودنياي، عاشق كهرمانة، وثم ارتميس، وصوره قيد، والكثير. لكن الطموح الاكبر اليوم عند جهينه شنو هو؟ انا اعرفه لكن المتابع والمشاهد ما يعرفه. شنو بعد كتابتش لهذا العدد الكبير؟ اكو بعد كثير من الروايات اللي انت كتبتيها، لكن شنو اللي بعده؟ شنو اللي تريدي اليوم؟ دراما تلفزيون. يعني ليش بالذات حددتي لدراما؟ لان كتاباتي كلش قريبه انه تكون مسلسل، كل التفاصيل اللي بيها، الحوار، وصف المكان، مشاعر، يعني تحسين انت من تقرأين وكانما قدامك عمل تلفزيوني، كل شيء تتخيلي، كل شيء تشوفي كانما صوره قدامك. ولهذا اني من بديت اكتب حسيت انه فعلا اني استحق هاي الفرصه، ومو بس اني يعني اغلب اللي يقروا لي يقولون يا ريت لو تتحول كتاباتك الى مسلسل تلفزيوني. يعني بما انه هذا مجالي وانا احبه يعني احبه، كتابه السيناريو بصوره عامه يختلف جذريا وتماما يعني عن تدرين عن القصه او عن الروايه. الدراما يعني تدرين الدراما تعتمد على الاختزال.
وبنفس الوقت من تيجي تريد تكتب لازم تكتب سيناريو وتفرغ ناس وتكتب يعني حتى جغرافية المكان تكتبه، واكو كتاب يكتبوا لك حتى حركة الكاميرا يسهلوها على المخرج. ها أنا أكتب أول شيء باللهجة الدارجة مو باللغة العربية الفصحى. من أكتب أوصف لك البطل مثلا أو الشخصية فاتت بفلان مكان، وصف كل شيء موجود بالغرفة أنا أوصفه، حتى حركات وجهه، حتى هو ايش دا يحس، كل شيء. يعني لو كان الممثل دا يقرا الشخصيه يعني راح يطبقها، شايف الميكانو بالضبط. بس حركه كاميرا لا، لان هذا مو اختصاصي، انا مو سيناريو حقيقه. بس انا اكتبه بطريقه بحيث انت تقوم تتخيل كل شيء، تعيش الشخصيه نفسها، بحيث انا كلش بصعوبه اطلع من الشخصيات اللي اكتبهم، يعني هذا شيء كلش ياثر على حياتي يعني. فا اي صح يعني أنا أكيد أتمنى لك كل التوفيق، ويا ربي أشوفك كاتبة مهمة بصعيد الدراما العراقية. شكرا. خاصة الدراما العراقية يعني اليوم عندنا وجوه شابة حلوة ومهمة، بنفس الوقت محتاجين يعني ناس كتاب هم وجوه شابة وجديدة وعارفة ايش دا يصير بالبيئة العراقية على مود نعرف نشتغل شلون. مو عيب انه ندخل يعني ورشات نتعلم كتابة السيناريو. طبعا انا يعني اعوذ بالله من كلمتاني، الاسبوع الجاي نبلش بورشة كلش مهمة ويا مخرج كلش مهم، ما اقدر اقول اسمه اللي هو يعني على الورشة راح ينعل عليها قريبا. عبالي يعني راح تدعوني يعني، فاني دا افرح. ممكن ليش لا، اذا يعني اذا اكو اختصاص كتابة وهيك فراح ابلغك والله. وبنفس الوقت خلينا نتفق على مبدا طالما احنا اليوم بالبرنامج، اذا تكتبي لي هاي قدام العالم، اذا تكتبي لي زيز يعني سيزن 10 حلقات او 15 حلقه مسلسل درامي مهم، انا وعدت راح اشتري. يعني انت البطل. ايه وراح اشتري مواصفات جد، راح اشتري ودعه تامه. جيد، اذا هذا الشيء مسجل راح يكون وراح تتلاقى الوجوه وراح يكون هذا الموضوع. في موضوع بس خلينا نتفق وقف ولا مو يعني اوكي انا راح اخذه، بس مو انا راح اشتري راح احط فلوسي من جيبي، لا راح اخذ شركة الانتاج اللي هي تنتج اعمالي وراح نتفق. وانا يعني اذا النص حلو عندك، انت عندك افكار بالك لنفسك انت يعجبك تمثلها، لو يعني تترك لي الخيار على قولة في بيتي على عندك افكار. زين، في موضوعة الرواية، من الممكن أن يعني انه تتحول الروايه الى مثل ما ذكر انه يحتاج اليوم الدراما الى سيناريست بتفصيلات معينه بحركه معينه. تذكرت انه كثير من الامور الدقيقه اللي انت ويوم وصفتها كشكل الشخصيه وشكل المكان وتفاصيله، هل من الممكن انه اليوم اغير بتغيير بسيط واحولها الى سيناريو من الممكن تناولها بالدراما العراقيه؟ طبعا هي التغييرات كلش عباتي، وبين السيناريو انه السيناريو يكتب لك القصه باللغه العربيه الفصحى والحوار يكون باللهجه الدارجه. زين بس ماكو فرق انه انا كتبته باللغه الدارجه، ولا بالعكس اسهل الامور هاي؟ لا، هو قانون كتابه السيناريو بهالطريقه، ولازم كل نهايه مشهد لازم اكو قطع. لازم تكتبينها خارجي اذا صح. كان برا اذا كان جوا يعني صح. انا دارسه سيناريو بالاعلام لان انا بكالوريوس اعلام، بس ما دارسه السيناريو اللي هو بالعمل الدرامي صح. فهذا الفرق. فاني يعني كلش كان عاجبني ادرس سيناريو، بعدين اني ما احب الدراسه بصراحه، اني احب مخيلتي، فاني من اكتب كلش اندمج وكلش اعيش بعالم كتابتي، فاقول اهو اني راح اقعد اكتب شغلات اني ما اريدها ما اريد اهو فخليني اكتب يعني بالطريقه اللي اني احبها. من احس الوقت صار انه خلص انا لازم اكتب السيناريو اكتبه، يعني هو مو صعب علي أكيد. ولكن انا بعدني عايشه بعالم اللي اني مستمتعه بكتاباتي صراحه. واحنا ايضا مستمتعين بوجودك بطاقه شبابيه مبدعه. اذا هنا راح نوقف نقطه نظام، انه رساله لكل المخرجين، رساله لكل المنتجين، انه ترى يا اكو وجوه شابه كتابات جميله جدا تصف الواقع، تصف الواقع والشارع العراقي بوصف جميل، من الممكن اليوم انه انا اتناولها داخل الدراما العراقيه، توافقني رأي بهذا طبعا اكيد، وان شاء الله يعني نشوفك من اهم الكتاب العراقيين الشباب الموجودين. صار انت اطلبك عمل، ومصطفى الجبوري هم قال ان شاء الله يا رمضان القادم راح اكتب عمل في مصطفى الجبوري. مصطفى دا يسمعنا مصطفى. صار العمل راح اسوي بيته شركه مال انتاج. يعني احنا نتمنى لك كل التوفيق اكيد. شكرا، انا نتمنى لك التوفيق. شاكرين وجودك ويانا بالاستوديو، ولا تنسين العمل الله عليك. لا ما انسى. انا متاكده اذا قريت لي فتشي بسيط كلش راح يعجبك. ان شاء الله يا ربي. اهدي لك كتاب على مود اي جوت نحط ال10 اصابع. تمام تمام. نقول نحط
كاتبات متميزات. اكيد يعني النساء العراقيات هن بطلات ومهمات، يعني مهمات على حتى على صعيد الثقافي والفني والرياضي، يعني بكل المجالات. الله يوفق خواتنا وامهاتنا ويوفقك يا رب، ويوفقك ومسك حتى للضوجين. اكيد هسه راح نروح لمعرض الفنون التشكيليه بمحافظه ذي قار العز، ذي قار الفخر. قبل ما نروح ذي قار الادب شنو؟ نشكر جهينه لحضورها اليوم، نورتنا وكل الموافقين ان شاء الله، ونشوفك ان شاء الله باقرب عمل درامي ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. الله يوفقك يا رب. إذا بحضور وكيل وزارة الثقافة الدكتور نوفل أبو رغيف كان هناك بازار خيري، خلي نشاهده. يلا نشاهده. خلي نشاهده. يلا نشاهده. أن تقيم المؤسسات الإبداعية، مؤسسات وزارة الثقافة والسياحة والآثار، أكاديمية الفنون الجميلة، أن تقيم مثل هذه المهرجانات. اليوم نشهد نشاطا نوعيا مختلفا، مجموعة من الأطباء، مجموعة من الشباب، مجموعة من الطاقات الواعدة في مختلف الأنساق، في الأعمال اليدوية، في الرسم، في التشكيل، في عروض الأزياء، وفي أيضا معزوفات موسيقية رصينة تتعلق بالفلكلور والتراث العراقي. هؤلاء اجتمعوا من أجل إتاحة هذا الفضاء الجمالي الإبداعي لتكون مخرجات هذا المهرجان، مهرجان شمس ومعرض شمس لكل هذه الأنساق، تكون مخرجاتها للأطفال، للمتعففين ولذوي الاحتياجات. نحن أيضا في وزارة الثقافة والسياحة والآثار أيضا أسهمنا بعرض إصداراتنا فيما يتعلق بثقافة الأطفال، وأيضا قدمنا هذه الإصدارات هدية لأطفالنا وأعزائنا في عناوين مختلفة في الطفولة العراقية. نشجع مثل هذه الفعاليات ونحرص على أن تنعقد بشكل مستمر ودوري، ونحيي مجموعة الأطباء الشباب الواعدين على تحقيقها وإقامتها، وهي دعوة أن تحذو بقية المحافظات، حذو هذه المجموعة، وأن يكون هناك نشاط جمالي إبداعي إنساني لكسر الرموز، لكسر الركود عفوا، ولا سيما هذا الجمود والانسداد السياسي. العراق بلد تواق للحرية، تواق للجمال، متوهج وحافل بالعطاء دائما. البازار اسمه مهرجان شمس، اللي مسويه مجموعة أطباء، احنا تقريبا 60 طبيب وطبيب أسنان وصيدلاني. الهدف من عنده أنه نجمع مبالغ وتبرعات دعم تروح للأيتام وسرطان الأطفال. هالسنة الفئة يعني اللي راح يعني تستلم الفلوس منظمة هنريك التطوعية والمركز الألماني للأورام. كل الشغل هو شغل فردي، احنا مجموعة أطباء، احنا دا نشتغل باسم الإنسانية. إذا نشكر الجهود المبذولة من قبل الأطباء اللي فعلا عندهم إنسانية. طبيب اليوم يعني اختصار حياته عبارة عن عمل إنساني، لعمل هكذا بازارات مردودها راح يكون لأمراض الكانسر وأيضا الأيتام والفقراء. بالتالي هنالك أيضا كانت طاقات شبابية وفنية في هذا البازار الخيري. أكيد اليوم احنا راح نحكي بمحور حلقتنا اللي تناولناه، ألا وهو يعني تطور الدراما العراقية، ويعني تشجيع الدراما العراقية خاصة هذا العام. كان أكو تطور واضح على صعيد الإخراج وعلى صعيد الصورة يعني بشكل عام. أكيد حتى نحكي بهذا الموضوع أكثر وبتفاصيل هذا الموضوع، انضمت لنا نجمة مهمة بسماء الفن العراقي، تاريخ لا يقدر بثمن، تاريخ كبير وعطاء فني مزدهر، وفرحان إنه أشوفها دائما وياي، يعني صدق أنا محظوظ. أكيد الفنانة القديرة سمر محمد. مساء الخير. مساء النور. مساء العافية بيكم. والورد والمسك والجوري والعنبر، أحلى حكايات من دخلتي قلتي وليدي الوكيع. أنا وياه اشتغلنا أكثر من عمل جيد، ف
فهو يعني في بعض الاحيان يصير مشاغب. لا تزعل من عيني. حلوه مشاغبتي. اي مشاغب مشاغب يعني. ومرات الف مثلا التصوير طبعا كلش متعب يعني كل هو حقه بس انا الف مثلا نايم وين ورا الازياء يا بدي اقوم بعد اربع مشاهد خليني نايم. بس من رحت للفاودة اصور بالكادود وصلت الفجر طبعا يعني وش الصبح فقلت لهم البنات ما عندهم طباخ ما عندهم ادوات بس ما شاء الله الشباب كل شيء عندهم الشاي والقهوه والاكل يعني صارت الدنيا بالعكس هسه المقبول مهتمين بروحهم. ها يابا كانوا يقولون يم الولد يابا شنو؟ كانوا يقولون ايه والله سعد ذاك الريوق سوالي ذاك الريوق صحة وعافية مخلمة مو في الحكي الحكي بالطبخ يعني مو قوي بس يعني شاي على لا والله وبعدين شو يقول لي اكلي هذا لا الصمون لا تاكلي هذا الخبز هذا لين على سنونك يعني ساعة يكون طباخ ساعة يكون طبيب ساعة يكون ناصح لا اكيد احنا نخاف على يعني المدارس المهمة يعني انا اعتبرهم هم اولادنا وهم الجيل اللي راح يجي بعدنا وما شاء الله عليهم هاي السنة ثبتوا جدارة يعني ثبتوا جدارة. إذا نبدأ بالدراما العراقية أين تشاهديها اليوم؟ وين وصلت؟ هل بالمستوى اليوم اللي أنتم تشوفوه دي على المسار الصحيح يحتاج بعد تطوير؟ شنو اللي يحتاجه بالأيام القادمة؟ شوفي بالتأكيد يعني نحتاج بعد أكثر صح. إحنا أنا هاي السنة فرحانة أبدعتم فرحان. أنا فرحانة لأنه هاي السنة شابات وشباب برزوا بالساحة وأدوا بشكل جميل ويبشرون بخير من خلال الشاشة أدائهم من خلال التزائهم. شوف هي مو بس الشاشة من يطلع الممثل بالشاشة وأتقن دوره مو بس هاي أكو ما خلف الكواليس صحيح. التزامه أخلاقه ثقافته تعامله أنا أتمنى يعني البنات والشباب اللي برزوا هاي السنة ما يصيبهم الغرور هاي أهم حالة صح إنه ما ينغرون والله أنا طلعت ونجمت يقضي على نفسه صح يعني ينتهي بنية كان أو ولد فكانوا ملتزمين يجون حافظين هاي مهمة يعني أنا في سنة من السنوات ممثل خلينا نقول معروف أجى للسيات يسألني شنو هذا المشهد وأنا إيش أسوي هنا شنو يعني معقوله مقارينص؟ كان يقول اي والله مقارينص. فتردت الدراما العراقيه بذيك الفتره لانه اكو ناس هملت هاي المواضيع ما تعايشت مقارنة الشخصيه ما تبنتها ما صارت جزء من عندها لان هو ما يعرف شنو علاقتي بيش بيه ماكو جاي حافظ مشهد او ما حافظه يحفظ اثناء التصوير ويصور هذا غلط اللي سبب تدهور الدراما العراقية. هذا واحد. اثنين خلينا نقول بعض الأحيان المنتج المنفذ أيضا لأنه أنت تعرف هاي الشغلة صح. يعني مثلا يأخذ أموال طائلة حتى ينتج هذا المسلسل بشكل راقي ولطيف وإذا بي يصرف ملاليم على الممثل وعلى الإنتاج وما ينطش يعني اقل من الاجر اللي انت تستحقيه ولهذا يطلع العمل مهلهل. خلينا نقول احنا انا من السنه الماضيه بديت اتامل انه احنا بدينا يعني بدنا نخلي رجلنا على الدرجه الاولى بعدنا ما خاليها لان يعني انت لا تقيسين مثلا نعم. يعني الاعمال القديمه غير شكل فرق شاسع مو صح الزمن اتطور الحياة تغيرت لكن اللهجة واللذة الاستمتاع مشاهدة يعني أنا لحد الآن أشوف شباب بعمرك يقولوا لي والله البارحة شفنا العالم ست وهيبة يعني طبعاً. مسلسل رائع أستغرب أقول لهم زين يقولون لا مو مثل هاي الأعمال أنا يعني قلت لك السنة الماضية وهاي السنة مستبشرة خير إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله. لا أكو تطور أكو يعني بس يرادلنا بعد يعني في بعض الأحيان أصفن يعني أكو من بعض الأعمال خلينا نقول الكاتب العربي ما يعرف
احنا شنو طبائعنا، شنو تقاليدنا، صح، شنو كلش حياتنا. صحيح. المجتمع العراقي يختلف عن باقي المجتمعات، صح، نقول قريب من فلان دولة، قريب من فلان دولة، قريب من فلان دولة، لكن شنو هي اللي من بعد اللكن هاي مهمة. مو عراقي. مو عراقي يعني مو عراقي. حتى ما يعرف بيتك، ما يعرف واقعك، ما يعرف اللي يصير بيومك. تمام. زين ست سمر، ردت أسألك أنت يعني كست سمر محمد، شنو اللي ممكن تحتاج الدراما العراقية حتى توصل العربية؟ وإحنا اليوم يعني راح ندخل على رمضان خلينا نقول 23. شوف، أنا لازم أشجع الكاتب العراقي. تمام. أي واحد. اثنين، احنا مخرجين العراقيين اكيد بيهم عقليه، عندهم قدره، يعني انا اكو مخرجين احترمهم واقدرهم وهم يشتغلون بكل تفاني، لكن ليش ما يجيبون المخرج العراقي؟ ما اعرف. ليش ما يجيبون المؤلف العراقي؟ ما اعرف. هاي شغله انتاجيه، شغله والله ها المخرج العراقي يعني. أنا دا أشوف الأعمال وأنا مو يعني إذا ما خلينا نقول ما أفتهم، بس همينة من خلال العمر صارت خبرة. صح. يعني أنا شنو اللي شفته مثلا جديد بالمخرج العربي؟ مع احترامي وتقديري هم مخرجين جيدين وممتازين وأخلاق، ويعني وتعاملنا وياهم بكل حب وكل صدق، وكانوا هم متفانين بالعمل. مع احترامي لهم وأوجه لهم تحية، لكن ليش مطربة الحي لا تطرب؟ صح صح صحيح. مو من بيتك صعب يعني. حتى اذا ممكن يعني يوصل لك اوكي، ايش قد بدي يوصل لك للمتلقي يعني 50%؟ ال 50% شلون تجيبها؟ واحنا عندنا كتاب ممتازين. صح. قبل قليل كانت كاتبه شابه عراقيه وصفت كتاباتها وقال انا كنت اتمنى أوكي. واعمل انه مخرج يستقبل اعمالي يشوف هي. انا هذا دا اقوله، انا دا اقول انه احنا عندنا كتاب اوكي، انت شجع هذولا مثل ما نسوي بالفيس انه مطلوب اعمار من تشجع الكاتب العراقي تشجعه وتناقش على نصوصه اذا بيها، لكن دون سرقه دون سرقه الافكار. الافكار فعلا فعلا هي صايره هوايه. ست سمر، يعني انت اكيد يعني هذا رمضان بعد ما خلصت داحشي وانا هم ابنك، بس تدفعيني اطير هسه قبل الله بعدين حرق قهوي. شنو البرامج المسلسلات اللي شاهدتيها غير اعمالك بهذا رمضان؟ صراحه ما شفت شيء ولا عمل؟ ولا عمل ولا حتى عملنا؟ لا 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 لا، انا يعني شفت الكادود وشفت الماس مكسور وشفت بنات صالح وشفت الدوله العميقه وشفت جزء من هذا العمل مال شرقي شو اسمه؟ وطن؟ وطن. شفت جزء من وطن. انت ما تلحق يعني رمضان ام البيت اللي تسوي سحور وتسوي فطور وتنظف وما ادري شنو، او عندها التزامات خارج البيت، ما تلحق انه تشوف كل الاعمال. يعني انا ايش قد فاتتني حلقات مثلا من الكادود؟ ليش؟ الكادود تنعرض بوقت مثلا انا بالبيت البنات يقولوا ودينا للسوق، فارجع زين شو وقت الاعاده؟ الحق على التايتل. اي ارجع الحق على الحق. ف انا كنت اتمنى الكادو تنعرض بالداش. كنت اتمنى تنعرض بالداش، بس هي عرضت بالتسعة. ان شاء الله عجز الثاني يا رب. ان شاء الله. زين انا بدي اسالك سؤال اخير. زين الكادو اللي سود فيه بس ابكي. اي والله اخر حلقه ضحكت، اخر حلقه ابتسمت مو ضحكت. انا فرحان يعني، انا كممثل فرحان بالتجربه وياك، واسال الله العظيم رب العرش العظيم انه يوفقك ويكتب لك العمر المديد على المتقدمين اللي عندك بعد بالدراما العراقيه. نشكر تواجدك. ان شاء الله دائما تكونوا ولدي واحبكم. دعي عمرك حبيبتي. شكرا جزيلا. لا انا قلت ولدي. شوفوا سياق المخرج ترى وايد تعارضي. اكيد وصلنا وياكم الختام حلقه اليوم من برنامج الفرات داركم. شكرا لكل الناس اللي شاهدونا وشكرا لكل الضيوف اللي نورونا. اكيد مسك ختام هذه الحلقه كان مع الفنانه القديره سمر محمد. شكرا للزميله امنه هاشم. مكسر القياده والاخراج كان عمار جمال. صوت النقي كان على يد جاسم محمد. شكرا للزميل المعد مصطفى الجبوري. الى هنا تقبلوا تحياتي في امان الله، الى يوم الملتقى. تمام. شكرا.